اليوم عملنا التظاهرة هذه نحكيو فيمينيزم باش نحكو أكثر على القضية النسوية خاصة من بعد 7 أكتوبر. يعني أين نحن من حقوق الإنسان؟ يعني القضية النسوية شنو بلاصتها بالضبط اليوم من حقوق الإنسان خاصة بعد ما تمست كل الحقوق وكل المبادئ في الحرب على غزة؟ اليوم باش نفتحوا برشا مواضيع عند تخص القضية النسوية وشكون النقاش مفتوح، الدعوة كانت مفتوحة للجميع لكل من يهمه وتهمه الحديث عن القضية النسوية. دونك اليوم باش كما قلت النقاش باش يكون مفتوح باش نحكوا على القضية النسوية ما بعد 7 أكتوبر، شنو نجمو نعملوا اليوم كنسويات باش نغيروا السردية على النسويات وعلى القضية النسوية عموما؟ شنو دور الإعلام والإعلام البديل في نشر الصور الإيجابية حول القضية النسوية خصوصا وقضية حقوق الإنسان عموما؟ وهذا هو باش نحكوا شوية على النوادي النسوية التابعة لجمعية أصوات نساء اللي بتطلق قريبا الراديو النسوي الأول في تونس، واللي باش يكون راديو جمعياتي سيبث في عدد من الجامعات النسية اللي هم معهد الصحافة وعلوم الأخبار، معهد العالي للعلوم الإنسانية المشرف، كلية حقوق المنار. النوادي النسوية اللي تابعين لجمعية أصوات نساء هم 4 نوادي موجودين في 4 جامعات، موجودين في معهد الصحافة وعلوم الأخبار، معهد العالي للعلوم الإنسانية المشرف، وحقوق كلية حقوق المنار وكلية حقوق الجوريديك. النوادي هذيا أطلقت في العام الفارق في 2023، يسهروا أساسا على نشر المبادئ النسوية داخل الجامعات، في إدراج المقاربات الجندرية في داخل الجامعات سواء في الإعلام وإلا في الحقوق. النوادي هذه تعمل على عديد من التظاهرات خلال السنة، يعني تظاهرات ثقافية وعلمية خاصة في 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، صاروا 3 تظاهرات في الجامعات وكلهم يعني يخدموا محاور متنوعة لمعاناة النساء اليوم، سواء معاناة النساء في غزة، سواء جرائم قتل النساء في تونس، سواء يعني معاناة النساء العاملات في القطاع الفلاحي في تونس وغيره، التحرش وغيره من المسائل التي تهم النساء في تونس وفي العالم وخاصة في غزة اليوم. اليوم من المهم أن نحكي على حركات النسوية الجديدة، من المهم أن نحكي على تجديد الحركات النسوية، المهم أن نحكي على رؤية الشباب والشابات للحركات النسوية ومدى تغييرهم في هذه الحركات. اليوم مش نحكي يعني في النوازي النسوية نشتغل على نشر الفكرة النسوية الشباب والشابات وتغيير السردية المتوارفة يعني على النسويات. فما جيل جديد كامل من الحركات النسوية، نحاولوا أن نواكبوا، نحاولوا أن نحطوا صباع على الجرح أنه النسوية ماهيش متاع أمس فقط، وإنما فما نسوية اليوم، النسوية اللي تمثل شباب وشابات اليوم يعبروا عليه بالطريقة اللي طريقوا لهم وبالطريقة اللي يشوفوها هما مناسبة. وقلنا أنه أهم بلاصة نجم ننشر فيها الفكرة هذا هي الجامعات، لذلك ارتكزت كما قلت يعني النوادي النسوية في 4 جامعات مختلفة، اختصاصات مختلفة، العلوم الإنسانية، العلوم القانونية والحقوق، ومعهد الصحافة وعلوم الأخبار. ونعرف شنو أهمية الصحافة والإعلام في نشر الأفكار ونشر الثقافات، يعني المهم أنه اليوم طالب في الصحافة ولا في الاتصال أنه يكون عنده دراية بالقضية النسوية، يكون عنده دراية بقضايا النساء سواء في تونس أو في الخارج. المهم زاد أنه إدراج المقاربات الجندرية في وسائل الإعلام. لذلك قررنا أنه النوادي هذه ما تكونش تنشر فقط في الجامعات وكهو، وإنما تكون
الراديو النسبي اللي هو مش يكون راديو مرتكز في الغازة ويبث معناها هو راديو مخصص للجامعات مش تكون فما برامج موجهة للشباب والشباب تكون فما يعني مدربين مشاين موجهين للشباب والشباب ومن خلالهم هم النجم ننشر أكثر الوعي النسبي نجم ننشر أكثر الوعي بقضايا حقوق الإنسان.